وهذا فيما اشتبه فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز، فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع بالحرام، وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه. ولنفرض أنه اشتبه مال طعام غيره بطعام نفسه ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه